أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و 138 إصابة خلال الساعات الماضية. كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد شهداء في غزة إلى أكثر من 34 ألف، فيما تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 205 تواليا. دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 205 على التوالي، وسط استمرار القصف الجوي المدفعي لمنازل المواطنين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، مع تواصل الحصار وحرب التجويع والمعاناة الإنسانية. فمدينة رفح جنوبا شهدت قصفا عنيفا على حي النصر شمال شرق رفح، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، كما ارتكب جيش الاحتلال 4 مجازر بحق المدنيين الأبرياء، راح ضحيتها 32 شهيدا و69 إصابة خلال الساعات الماضية. الاحتلال لا زال يواصل جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في محاولة للضغط على الجبهة الداخلية الفلسطينية للوصول إلى ما يريده في هذا الشأن، وأبرزها بالطبع الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. لذلك يواصل عمليات القتل والتدمير والتهجير في مختلف أمانات قطاع غزة، والتي لم تتوقف منذ أكثر من 200 يوم وحتى هذه اللحظة. ولا تزال فظائع جيش الاحتلال المرتكبة تكتشف في كل منطقة يجري الانسحاب منها أو التراجع منها، وسط أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معان. أهلي أول ما انسحبوا اليهود رجعوا على البيت، الحمد لله كان بيتنا الوحيد من الحرة كلها اللي واقف، لأنهم كانوا اليهود قاعدين فيه. أنا اليوم رحت والبيت منظف يعتبر، وقعدت أعيط على اللي شفته، إشي مش طبيعي. غرفتي قعدت هيك أدور على اللي بينها إني أطلع بإشي. يأتي ذلك كله وسط أنباء متداولة أن قوات الاحتلال ستطلب من أكثر من 1 مليون فلسطيني في رفح النزوح مجددا إلى وسط وجنوبي القطاع، ليشن جيش الاحتلال عمليته العسكرية الوشيكة في رفح، والتي ستبدأ حسب رواية الإسرائيلية بإجلاء المدنيين، وقد تستمر 5 أسابيع. وفي رفح أقصى الجنوب لا زال جيش الاحتلال يلوح بالتهديد بشن عملية عسكرية، مما يضع أكثر من 1,300,000 نازح فلسطيني في قلق دائم مما هو مقبل عليهم. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فلسطين.